عندنا مشاكل، يعني عندنا مشاكل يا كابتن هشام، لان احنا عندنا مشاكل ماديه. تمام، مشاكل الماديه، لان في السنين اللي فاتت كان التمويل التسويقي من الدوله كان يتجه في اتجاه النادي الاهلي فقط. نادي الزمالك كان بياخد حته قد كده، والنادي الاهلي بياخد وده قصه الناس كلها رد بقى. لا لا، التسويق في النادي الاهلي كان مبني على قبل الثوره، كانت الامور كلها رايحه. التسويق في النادي الاهلي مبني على شكل مؤسسي وبعد والنادي الوحيد اللي عنده رد يعني عليك. اداره للماركتنج. انت موافق على كلام ميدو؟ لا طبعا. بتقول ايه؟ لانه مؤسسه الاهرام اللي هي كانت بتصرف على كل الانديه. مش انت قصدك ابحث عن وكاله الاهرام للاعلام؟ مش كده، ابحث عن وكاله الاهرام للاعلام. هي اللي كانت النادي الاهلي النادي الاهلي فاز صحيح ببطولات اكتر. نسبه الفان بيز او القاعده الشعبيه من الاهلي والزمالك قد ايه؟ 60-40%، خلينا نقول. تمام، النادي الاهلي بيعمل عقد ب 160 و170 مليون جنيه، ونادي الزمالك بيعمل عقد ب 30 مليون جنيه. لا عجبتني قوي النادي الاهلي. ابحث عن وكاله الاهرام. الكابتن احمد حسام ميدو اتكلم عن محورين مهمين جدا. المحور الاول هي فكره القاعده الشعبيه للنادي الاهلي، وابحث عن وكاله الاهرام، والفكره اللي هي 60-40. ال 60-40 اللي احنا طبعا اكيد مش متفقين فيها، مختلف عليها تماما. لكن واتكلم عن نقطه ثانيه اللي هي فكره الدوله بتوجه المقابل للنادي الاهلي. خلينا نتكلم الاول على القاعده الشعبيه ال 60-40 اللي انا هفترض ان كابتن احمد حسام ميدو محق فيها برغم اختلافه عليها. الحقيقه ان لما جينا شفنا النادي الاهلي لما خد او عقد رعايه الاهرام لما وصل 76 مليون جنيه في ثلاث مواسم، ده في 2008، كان نادي الزمالك كام؟ 33 مليون. لو جيت شفت النسبه دي يا فارس هتلاقيها 70-30، يعني 70 للنادي الاهلي من التتا بتاعت وكاله الاهرام، 70 للنادي الاهلي 30 نادي الزمالك. ده كان قبل الثوره 2008. في 2011 بقى يا احمد بالظبط، وبعد الثوره النادي الاهلي وصل ل 141 مليون في ثلاث سنوات، في الوقت 47 مليون جنيه في الموسم، 47 في الموسم بالزبط. في الوقت اللي نادي الزمالك تعاقد مع وكاله الاهرام ب 25 مليون. وحابين ناكد ان ال 25 مليون كان في اتفاق كمان لو نسبه الارباح زادت عن حد معين الزمالك والاهرام يقسموها بالنص، فكانت النسبه دي وصلت يا فارس ل 65% من 65% اهلي 35% زمالك، يعني اقتربت كابتن ميدو من ال 60-40 اللي انت بتتكلم عنهم. ده لو اعتبرنا ان هم صح، لان احنا قناعتنا ان النسبه اكبر بكثير يا فارس. الفكره بقى مش في كده، الفكره في التناقض. يعني احنا هنا بنروج لفكره وبناخد الناس في حته ان خلاص هنا النادي الاهلي اتشطر على الدوله وخد الفلوس. طب تعالوا نطلع الفيديو ده ونشوف هم شايفين مين اتشطر على مين. عشان تعرفوا بس ان وكاله الاهرام للاعلان ضحكت على النادي الاهلي. عشان تعرفوا بس ان وكاله الاهرام للاعلان ضحكت على النادي الاهلي. اي وكاله اعلانيه بيبقى الربح بتاعها من 10-20%، من 10-20%. يعني انا مثلا باخد 76 مليون جنيه، بدفع للاهلي 76 مليون جنيه، اكسب فوقيهم 20% مثلا، يعني بنتكلم مثلا 15 كمان مليون، يبقى كده وكاله اعلانيه 100%. لكن السنه اللي فاتت يعني بعد نهايه الموسم كسبوا وكاله الاهرام الاعلان، كسب من ورا النادي الاهلي 139 مليون جنيه. لا احنا اتضحك علينا وعايزين حقنا. وكاله الاهرام ضحكت علينا باعتراف كابتن خالد الغندور اللي هو بيرد على نفسه برضه. بذمتك مش مستغربه؟ مستغربه جدا. ما عشان كده انا بقول لك ان كابتن خالد الغندور ما كملش، وفي نفس الحلقه رجع يسال سؤال تاني بس بيضرب في التعاقد الجديد. لا لا، نشوف كابتن خالد الغندور ونرجع تاني. اللي انا بقوله لكم كان في وقت الـ كل رجال اعمال مش محبوسين، كانت الكعكه الاعلانيه في مصر كبيره، كان النادي الاهلي في ذاك الوقت هو ثالث العالم للانديه وبطل الدوري وبطل افريقيا ولعبته في قمه مستواها وحاصلين على كاس الامم الافريقيه مرتين ورا بعض. ده دلوقتي احنا مش هنوصل كاس الامم الافريقيه، ولكن بعد الثوره يتضاعف المبلغ ل 141 مليون جنيه، بل كمان بيتم شيل حقوق، بعض الحقوق اللي كانت متاحه لل 76 مليون جنيه. فهنا السؤال، اشمعنى وكاله الاهرام للاعلان اللي هو رئيسها كابتن حسن حمدي بتدفع بعد الثوره كل الفلوس دي للنادي الاهلي؟ تمام، اللي هو رئيسها حسن حمدي برضه. نمره 2، اما كمان النادي الاهلي هياخد فلوس زياده، يعني قد يصل المبلغ ل 150 مليون جنيه في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها دي، في ظل اللي انا قلت لكم عليها
ان كعكه الاعلانات بعد ما كانت مثلا حوالي 100 مليون في الشهر لكل التلفزيونات وصلت لحاجه و30 مليون لكل التلفزيونات دلوقتي. فبالتالي معنى كده النادي الاهلي كان مضحوك عليه في الاولاني. وخدوا بالكم كابتن حسن حمدي بياخد نسبه من الارباح، يعني مثلا 76 مليون جنيه، اما تاخد اما يجي 76 مليون جنيه ارباح ياخد هو نسبه 10% 7% واتفر، بياخد نسبه لان هو اللي بيجيب الحاجات دي. فكل ما الارباح تزيد للكابتن حسن حمدي كل ما هو هيبقى مستفيد لانه بياخد ارباح، وكل ما الارباح تقل كل ما نسبته هتقل. فبالتالي هل النادي الاهلي 76 مليون جنيه كان مضحوك عليه؟ كان المفروض ياخد اكتر من كده؟ بص هو انا هضربكم وخلاص، يا اما مش هقول بس 76 كان حق النادي الاهلي، لكن هقول لك ان مضحوك عليه بحيث يكون الكابتن حسن حمدي واقف موقعه في وكاله الاهرام يكون يصدر مشكله للنادي الاهلي. طب الاهرام بتتعاقد ب 141 جنيه، 141 مليون جنيه، يبقى صدر مشكله الناحيه الثانيه. يبقى الكابتن حسن حمدي هو رئيس النادي الاهلي كده بيورط الاهرام، وازاي الاهرام تدفع بعد الثوره؟ كابتن خالد يا كابتن خالد، الاهرام اللي دفعت بعد الثوره في الموسم الواحد للنادي الاهلي 47 مليون جنيه، دفعت في نفس التوقيت وبعد الثوره برضه في الموسم الواحد اللي كان الزمالك متعاقد قبلها قبل الثوره ب 11 مليون ب 25 مليون، يعني نسبه تجاوزت الضعف. والزمالك وقتها كابتن خالد كان متزايل مجموعته في دوري ابطال افريقيا في الوقت اللي حقق النادي الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا مرتين. مهمة جدا، انت خدت رعايه ب 25 مليون جنيه في الوقت اللي كانت نتائجك لا تقارن بفريق واخد دوري ابطال افريقيا 2005 و2006 و2008. بس والله بجد يا احمد كويس ان بعد القر ده كله على ال 141 مليون جنيه احنا خدنا بطولتين دوري ابطال افريقيا داخل العقد. اكيد بص هو سياسه كابتن خالد، انا في التوقيت ده هضرب لكن بعد شويه هعترف، يعني ده سياسه كابتن خالد. وطبعا اتفقنا ان وكاله الاهرام اشترت حقوق رعايه نادي الزمالك في 2011 ب 25، لكن السؤال بتاع كابتن خالد هو ازاي وكاله الاهرام دفعت 141 مليون؟ هو الحقيقه هو اصلا كابتن خالد لو ركز شويه هيلاقي في اجوبه لاسئلته في نفس الحلقه في نفس الدقيقه وممكن في نفس الجمله. نشوف الفيديو. ومعنى كده ان الوكاله دي خدوا بالكم اربع شركات دخلوا، شركتين انسحبوا اما وصل المبلغ ل 104، وشركه اسمها ليد ابتدت مع وكاله الاهرام الاعلان مليون تزود مليون، تروح الوكاله مزوده 2 مليون، تروح مزوده مليون، تروح مزوده 2 مليون، لغايه ما وصلت ل 140 وانسحبت الوكاله القديمه، فوصل وكاله الاهرام ل 141 مليون جنيه وخدتها. تاني عرض كان مقدم للنادي الاهلي ب 140 مليون جنيه بدل ال 141 مليون، وكان المليون جنيه دي الفرق هي اللي كانت هتخسرنا كل البطولات، يا كابتن خالد. هي اللي جملتنا فعلا وكاله الاهرام في المليون ده كابتن خالد. الحقيقه كابتن خالد بس ما كانش مشكلته في قضيه الاهرام الارقام والحسابات، كان عنده مشكله واضحه جدا مع وجود الكابتن حسن حمدي في وكاله الاهرام ووجود الكابتن حسن حمدي كرئيس للنادي الاهلي، وكان دايما بيطرح السؤال على اي ضيف يقابله. فتعالوا نشوف لما سال رئيس اسبق للنادي الزمالك كانت اجابته ايه. ان في تضارب في ان يكون كابتن حسن حمدي هو رئيس النادي الاهلي في ذاك الوقت ورئيس وكاله الاهرام الاعلان، وان يعني تحس ان في تضارب. هو اولا مش رئيس وكاله الاهرام الاعلان، يعني هو مدير عام الاعلانات او المشرف العام على قطاع الاعلانات. وانا اعتقد ان الامور مش بالشكل ده. الامور يمكن انت لو انت نادي مستقر ونادي بتحقق نتائج وبتحقق بطولات. طبعا الاستاذ مرسي عطا الله ما كانش بس رئيس الكابتن حسن حمدي في مؤسسه الاهرام، لا ده كمان كان رئيس اسبق لنادي الزمالك. وكل التصريحات اللي احنا بنستعين بيها في الحلقه دي وفي الفقره دي مش هتلاقي فيها تصريح لواحد بينتمي للنادي الاهلي خالص. كلهم زملكاويه، كلهم زملكاويه. وعلى فكره يا جماعه في اي احداث زي دي بيكون الشهادات اللي زي شهاده استاذ مرسي عطا الله وهو شخصيه محترمه جدا بتكون توثيق للتاريخ. دي شهاده من الشخص المسؤول عن المؤسسه بيتكلم فيها عن مدى حياديه ونزاهه كابتن حسن حمدي. بس مش هو وبس، ده كان في حد كمان بيشتغل جوه مؤسسه الاهرام وزملكاوي ومعروف بالاحترام عند كل الاطراف. نشوفه قال ايه. ابراهيم نافع يعني ساكت على حسن حمدي، اوكي. مشي ابراهيم نافع، جه بعديه الاستاذ صلاح الغامري. المفروض ان كان بينه وبين ابراهيم استاذ ابراهيم نافع في شويه حساسيه شويه. اول لما يجي المفروض يشوف شله ابراهيم نافع ويقعد يقصقص فيها بالظبط، ومنهم يبقى الكابتن حسن حمدي. وكاله تعالى يا عم انت بتكسب كام؟ 100. لا ما ينفعنيش، بس لا غيره. ومع ذلك فضل الكابتن حسن حمدي بنفس النظام وبنفس نعم. مشي استاذ صلاح الغامري وجه
ابراهيم الاستاذ مرسى عطله. وما ادراك ما بين مرسى عطله، الاستاذ مرسى عطله والاستاذ ابراهيم نافع. صحيح، ما كانوش بيحبوا بعض خالص، والخصام بينهم كان واضح. حسن حمدي رئيس نادي الاهلي، مرسى عطله رئيس نادي الزمالك، صح كده. كان ممكن بقى ما يجي يقول لك انا هاخد الاهلي ب 100 وهاخد الزمالك ب 30، يقول له ما ينفعش. ما ينفعش، هو على الاقل بص لي يا اخي، بص لي وعلي وخليهم 100 و100 و100 وتقدر قدام النادي بتاعي. انما لان الورق ورق سليم، او ان اجراءات وكاله الاهرام للاعلان سليمه، صح. او ان هي محققه المستهدف. نعم. عشان كده فضل الاستاذ حسن حمدي في منصبه، صح. وفي موقعه. وعقد الرعايه بتاع الاهلي بقى 76 وبتاع الزمالك وصل لحاجه و30 او حاجه و40. مظبوط. والا لو كان شاف استاذ مرسي عطله ان في لعب او تلاعب او تفضيل نادي عن نادي، أوقف. كان قال له اقف طبعا، هو ده جاي لا مؤاخذه يقولوا على حجر يعني. السلام، وحد والوكاله مش هتفضل لما واحد يمشي او بتاع اي حد يطلع، مش هتبقى الوكاله من غير بواب اطلاقا. بالظبط كده، والا بقى الدنيا ما بتقفش على حد. صحيح. طب ماشي الاستاذ مرسى عطله، وجه له استاذ لبيع السباع سنده، محترم 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 محترم، دكتور عبد المنعم سعيد الاول، وقبل ما يلعب الاستاذ الدكتور عبد المنعم سعيد جه. بص يا استاذ، وجه الدكتور عبد المنعم سعيد وده راجل بتاع مركز دراسات، ولا ليه بقى في شلت معه ولا بتاع، ليه ورقه وقلم دراسات. فجه لو كان برضو في حاجه كان قال له وقف، صح، وبالسلامه انت يا كابتن حسن، ويمسك الكابتن فتاح. ومشي الدكتور عبد المنعم سعيد وجه لبس السباع نفس الشيء. اذا ما اقدرش اقول ان شهاده للتاريخ من الناقد المحترم محمد سيف. حقيقي الواحد فخور ان هو بيسمع الكلام ده. وناس كتيره جدا يا جماعه لما بتقول احيانا انتوا بتردوا ليه، لا ده احنا بنرد عشان الكلام ده انت حقك كاهلاوي تفخر بيه لما تسمع الكلام ده على لسان منافسيك يا احمد شيء، بجد ادعو للفخر. اكيد طبعا يا فارس، وبرضه ان انت تبسرد الحقيقه قدام الناس، لان طبعاً فكره ان انت الناس تفضل تسمع اكاذيب 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 وما تلاقيش رد، فممكن توصل الاكذوبه دي انها تبقى حقيقه على طريقه جوزيف جوبلز. لكن الحقيقه فارس، السؤال المهم هنا هو الاهلي فعلا يستحق يعني المبلغ 141 مليون جنيه، او يستحق الفلوس اللي كانت بتدفع فيه في الرعايه؟ تعالوا نشوف كابتن خالد غندور بيعقب بعد تعاقد النادي الاهلي مع صلاح بيقول ايه. شاء البعض ام ابى، تعالوا نتفق النادي الاهلي هو الاعلى سعرا في الرعايه في مصر بدون جدال. يعني انا اختلف حاجه واحده بس، البس الزمالك زي الاهلي بالظبط. ليه؟ لان الزمالك بيلعب ماتش، ماتشاته كلها بتتذاع في كل حته في كل التلفزيونات، والاهلاويه بيتفرجوا على الماتش والزملكاويه بيتفرجوا على الماتش. نفس القصه، الاهلي بيلعب ماتش بيتذاع في كل حته، ممكن مثلا حد خد بطوله فياخد سنه زياده، لكن في الرعايه النادي الاهلي اعلى بكتير. بدليل النهارده شركه صله او صله السعوديه خدت الرعايه ب 231 مليون جنيه شامله الديجيتال. والله يا كابتن خالد انا بتمنى تسمع حضرتك التصريحات اللي انت بتطلع باوقات معينه تقولها، يعني لو رجعت التصريحات دي انا اعتقد الطبيعي ان انت لازم تتوقف فورا عن الكلام في وكاله الاهرام. انا يمكن قبل كده عرضت سؤال للكابتن خالد قال لا هو الاهلي فعلا خد حقه، لكن الزمالك هو اللي اتظلم يا فارس. طب ما جربش ليه الزمالك ان هو يسوق بره؟ والله انا عندي بقى تعقيب مختلف في الحته دي يا احمد. انا شايف ان الاعلام الزملكاوي وقتها هو أدى لتضرر الزمالك بشكل بالغ جدا بسبب طريقة الحوار اللي كانت بتتقال دي. الزمالك يا أحمد كان بياخد 25 مليون جنيه، لما حصلت المشكلات دي ونتيجة الضغوط بدأ يحاول يشوف راعي تاني، اشتغل مع راعي تاني خد 4 مليون جنيه في الموسم، لحد ما رجع للأهرام عشان ياخد 5 مليون جنيه بعد ما كان بياخد 25 مليون جنيه. نشوف التصريح ده لأنه مهم جدا. أول ما طلع مدة إعلان اللاعبين كان أقوى إعلان لحسن شحاتة طلع، لأن انجرام بقى انت فاكر ليه؟ لأن هو كان في هذا الوقت الناس كلها بتقول حسن شحاتة يا معلم، خلي الشبكة تتكلم، أهلاوي زملكاوي، كان هو نمرة واحد. فأنت لما تكون نتائجك كويسة هتجيب الإعلان، وهنا بقى دور أن تكون لديك إدارة قوية تستطيع أنها تطالب بحقوقها. مش أن أنا أقول هسيب الأهرام وهروح أتعاقد مع الخليج بمبلغ كده وبعد كده أروح ما اجيبش حاجه واجي اترجى الاهرام واخد اقل من العرض الاولاني. ده كانت التصريحات اللي كانت موجوده وقتها، وادت ان الزمالك فيما بعد كمان اتصرف بشكل مختلف بعد ما كان الزمالك بيحقق رعايه قريبه من النادي الاهلي في التعاقد بتاع سنه 2008. بعد جدا اهرام يا فارس، وبالفعل تعاقد الزمالك في 2013 مع برومو اد 4 مليون جنيه في الموسم. وبعد السنه دي رجع تاني لوكاله الاهرام ب 5 مليون جنيه
في الموسم. الحقيقه مرت فتره 2012 و2013 على نادي الزمالك وتقريبا على الكره المصريه كلها، لان كان في توقف للدوري، فكانت الرعايه بتختلف جدا بالنادي الزمالك، لانه كان نادي الزمالك كرات الشرب بتاعته بالموسم الواحد، فاحيانا تعاقد مع شركه مكيفات بمبلغ 600,000 400,000 مليون. في الوقت ده كانت الرعايه صعبه جدا، فلما وصل بعد كده ان هو مع برومو اد 4 مليون ثم الاهرام 5 مليون، كان رقم اكبر من الارقام اللي كان تعاقد معها منفردا نادي الزمالك، اللي كان فكر برضه في 2006 يتعاقد بعيدا عن مؤسسه الاهرام، فذهب الى مطاعم القوصر تقريبا، او مش فاكر اسم المطعم، لكن كان حاجه زي دي يا فارس في الموضوع. لكن السؤال هنا يا فارس بقى، الاهلي لما خرج بره وكاله الاهرام كانت التعاقدات شكلها ايه؟ بالظبط عايزين نستعرض في مع برزنتيشن الزمالك لمده 4 سنوات في 2014 مقابل 86 مليون جنيه يا احمد، بواقع 21 مليون ونص في الموسم الواحد. 21 دي اقل من ال 25 اللي كانت مع الاهرام. وبالمناسبه كانوا فرحانين بالعرض ده. بالظبط، وعايزين بقى نقول ان في نفس الوقت كان تعاقد النادي الاهلي مع صله ب 231 مليون جنيه لاربع مواسم، يعني 58 مليون جنيه في الموسم. ده على فكره هنا رعايه بس، بخلاف البث الفضائي اللي كان 120 مليون جنيه مع شركه بريزنتيشن لمده 3 مواسم بواقع 40 مليون جنيه في الموسم. 40 مليون يا فارس لما تضيفهم على 58 يعني 98 مليون جنيه تقريبا رعايه وبس للنادي الاهلي. لو قارنتهم بحتى المبالغ اللي اعلنت من نادي الزمالك في فكره البث بعد ازمه الزمالك وبريزنتيشن، هتلاقي ان النسبه وصلت برضه يا كابتن ميدو ل 64% اهلي 36% زمالك. يعني لا كان في ظلم في وكاله الاهرام، ولا كان في ظلم قبل الثوره، ولا كان في ظلم بعد الثوره، ولا لما غيرت الوكيل او الراعي حصل فيه ظلم. النادي الاهلي كمان يا فارس عنده قوه فكره الحصول على عقود رعايه حتى لو في عقد رعايه تم فسخه من احد الرعاه. بالظبط، يعني في 31 مارس 2018 كنا متعاقدين مع صله بنص مليار جنيه، لما انسحبت صله قدرنا ناخد عقد من شركه بريزنتيشن كان بنص مليار زائد 20 مليون جنيه اضافيه عن قيمه عقد الرعايه اللي كان مع صله. وقلنا يا احمد ان احنا لازم عشان نراجع التاريخ نشوف النادي الاهلي موقعه ايه على مدار بطولات الدوري كلها، كان فين مع مختلف الرعاه ومع مختلف الناس اللي اتغيرت، وكان النادي الاهلي موقعه واحد. مهما اختلفت الظروف والمتغيرات نسبه حصول النادي الاهلي على درع الدوري، احنا لو اتكلمنا اربعينات وخمسينات 100% تقريبا فتره الستينيات هي اللي كانت فتره صعبه على النادي الاهلي، وعارفين اسبابها طبعا، وصلت 25%، لكن بعد كده تقريبا 66 70% 66 60% 87% في كل 10 سنين او في كل حقبه تاريخيه النادي الاهلي تقريبا بيحقق 8 او 7 بطولات دوري يا فارس تحت اي ظروف مع اي انظمه مع اي راعي مع اي راعي اختلفت من ملكيه الجمهوريه، فانت في كل الاحوال في اعلام مفيش اعلام، بتنقل بالراديو بتنقل بالتلفزيون كل الامور وكل المتغيرات، النادي الاهلي هو البطل. وعشان كده انا قلت مستوى النادي الاهلي هو اللي بيحدد مين بالزبط. بطل المسابقه في مصر. لكن بالظبط، لكن في نقطه برضو مش حابين نتجاهلها ودي بيهتم بيها رواد السوشيال ميديا تقريبا من بيجات الزمالك، وهي فكره قضيه هدايا الاهرام والمبالغ اللي طلعت من 2001 ل 2011 ونزلوا وثيقه بيها والكلام ده كله. انا عايز اقول يا جماعه ان انتوا لو قارنتوا الارقام دي هتلاقوا في اول 5 سنين المبلغ معدي ال 50% ومتفوق على المبالغ اللي اتصرفت في اخر 6 سنين، ولو رجعت الاول 5 سنين هتلاقي ان النادي الاهلي فقد فيه بطولات 4 بطولات دوري، الزمالك حقق 3 ألقاب دوري لاول مره في تاريخه في خلال 4 سنين حقق 3 ألقاب دوري، والاسماعيلي حقق لقب دوري، ودي كانت فتره صعبه جدا على النادي الاهلي. لو الاهرام بتوجه بطولات ما كناش هنتزنق في حكم يحسب ركله جزاء على شادي محمد في ماتش الاسماعيلي يا فارس 4-4، كان ممكن الحكم يتغاضى لو هي بتيجي كده تغير مسار بطوله بالظبط وكان خد البطوله. لو المشكله برضو ان الحكم ممكن قضايا الاهرام تتحكم في البطوله كان ممكن مباراه زي مباراه الاهلي وانبي، الاهلي بدل ما يتغلب من انبي يجيب حكم يساعد الاهلي زي ما بيتقال كده نجيب له حكام مصر ياخد بطوله، لكن الحقيقه الكلام ده ما حصلش، وده اكبر دليل على ان بطولات النادي الاهلي المعيار الثابت فيها هو النادي الاهلي نفسه، مجلس اداره، جهاز فني ولاعبين. نتمنى الناس توثق ده يا احمد، اتمنى واتمنى تكون قضيه وكاله الاهرام وصلت للجميع بمنتهى الحياديه، استعرضنا كل ما هو زملكاوي ما جبناش اي استشهاد اهلاوي. دي كانت اخر فقرتنا النهارده، نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، ومع الاهلي خط احمر، مستقبل الاهلي في امان. سلام.